الإجابة ستكون من خلال متابعتنا، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من ملعب بارك دي برينس، وهنا الأجواء المميزة، ونتمنى بأن تكون مباراة كبيرة في المستوى. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. نريدها مباراة مليئة بالإثارة والندية والتنافس بين الفريقين، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان في مواجهة المغرب على أمل بأن ترتقي هذه المواجهة لمستوى التطلعات والتوقعات والأمال وأن تكون مليئة بالإثارة. البي اس جي يفقد الكرة. نصيري، وصلت لحكيمي، فرصة خطيرة، فرصة بالضيع في بداية المباراة، فرصة ذهبية. شوف اللقطة، لسه ما دخل في الأجواء، لسه ما سخن. شوف اللعبة الماضية، لو كان مركز شوي كان ممكن تشوف هدف. انفراد في اللقطة لكن ضاعت. أكيد مع قدرات عثمان ديمبلي يكون هناك توقعات كبيرة لمستواه، خاصة إذا كان في يومه. بلا شك تتكلم عن إمكانيات كبيرة في تسديد الكرات الثابتة، اللاعب اللي قد يصنع الفارق من خلال ركلة ثابتة في مباراة اليوم. فيتينيا بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. مزراوي، بمروءة تقدم الكرة، تصدي في منتهى الروعة، تألق كبير من حارس المرمى، يحافظ على شباكه، الله على التصدي. دانيلو بيريرا، تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون مجهود. سفيان مرابط، مزراوي، المساحة متاحة وفاضية في طرف الملعب، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. الهدف الأول في اللقاء، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة. الاحتمالات الآن بمباراة مشتعلة من جانب الطرفين. استئناف اللقاء مرة أخرى، البي اس جي تحت ضغط العودة في النتيجة. ضربة حرة للبي اس جي. مرور رائع بالكرة. تسديدة بعيدة عن المرمى من فرصة كانت خطيرة. يوسف النصيري بمر فيها بعديه في المرمى، الله على الروعة. هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة بتسديدة مهارية في الشباك. هدف جميل بدون شك. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. هرنانديز، فيتينيا، إيمري، واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. تسديدة قوية ترتطم بالعرضة وتكمل طريقها إلى خارج الملعب. حلوة الكرة، حلو التنفيذ، لكن الكرة بتضيع. بينية رائعة هنا. افتكاك ممتاز في الثمنتاش. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. ما قدر ينفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي.
يوسف النصيري. دانيلو بيريرا. شوف التدخل، لكن الكرة بطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تماس. يقود الهجوم بهذه الانطلاقة المميزة. ديمبلي في المرمى، يتصدى حارس المرمى. إيمري. يا الله على هدف يقلص الفارق ويحبس الأنفاس، الآن هل يأتي التعديل؟ شوف الهدف من جديد، شوف المهارة، شوف التجاوز، شوف المهاجم، الله على النهاية والهدف الجميل. يستكمل اللعب مرة أخرى. المساحة أمامه في هذه اللحظات. يا رب، كرة في المرمى وهدف يوسع الفارق إلى هدفين الآن. مهارة غير عادية، المخرج مستمتع بالإعادة، بالتوغل، بالحطة في النهاية في الشباك. نتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. وصلت لحكيمي والكرة بتضيع في هذه اللحظات. انطلاقة مبشرة هنا في جناح الملعب في المساحات المتاحة. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد. كرة عرضية ناحية مبابي. هنا يظهر الحارس ويتصدى. ينطلق بالكرة في العمق. كرة تصطدم وضربة ركنية مشاهدينا. ديمبلي في البوكس بيلعب الركنية. ضغط جيد ممكن أن تصبح خطيرة على المرمى. والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. فرصة هدف، تفاعل الجماهير يرتفع ويزداد الآن، تبحث عن استغلال هذه الكرة لتقليص الفارق. رومان سايس يفقد الكرة هنا. مرور ممتاز يتخلص من المنافس. امبابي، فرصة مثالية، واحد على واحد، كم ممكن يقلص الفارق والعودة في هذه المباراة، لكن ضاعت ومعها ضاعت أمان الجماهير. الله على هذه اللقطة. مرور جميل من ديمبلي. تدخل مثالي وبعد الخطر. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. يوسف النصيري ينطلق بالكرة الخطيرة. الله على التنفيذ، فعلها من جديد، سجل مرة أخرى، لا أحد يستطيع إيقافه هنا. نتابع الهدف مرة أخرى، تمريرة بينية رائعة، وهنا حدث الانفراد بالمرمى والفرصة استغلت الاستغلال الأمثل ولم تهدر الكرة، وجاء الهدف ليؤكد على القدرات الكبيرة في إنهاء الفرص أمام المرمى. البي اس جي يفقد الكرة. دقيقتين إذن كوقت بدل ضايع. إيمري تسلل يحتسب مساعد الحكم في هذه الكرة. نصيري. يوسف النصيري. الكرة متاحة للتسجيل.
في توقيت مثالي. شوف التدخل، شوف إيقاف الخطورة هنا. شوط أول ينتهي في هذه اللحظات هنا في ملعب حديقة الأمراء. ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء مشاهدينا. البي اس جي عانى كثيرا في الشوط الأول ويحتاج إلى تغيير الكثير في الشوط الثاني. تصويبة على المرمى، يتمكن الحارس من إيقاف تسديدها. الكرة بتتخلص بعيدا هنا، والضغط العالي يسفر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة. فاول على الفريق الباريسي. البي اس جي يجري تغيير في هذه اللحظة. اشرف حكيمي، انطلاقة واحدة على الاطراف في وجود المساحة. تدخل كان ناجح هنا لإبعاد الخطورة. الدعم يأتي في هذه اللحظات بدون أي ضغوطات، يخرج بالكرة إلى خارج الملعب. والآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. حلوة الكرة، انظر إلى اللقطة، قد تشكل فرصة. مستحيل مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق لأربعة أهداف. نشوف الهدف من جديد. بدأت من كرة عالية ضربت الخط الخلفي. لم يكن هناك أي شك في هذه اللحظة، موقف الواحد ضد واحد وطبيعي تكون الأفضلية لتسجيل الهدف هنا، وبلا شك في مهارة في وضع الكرة داخل الشباك. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. وضعية انفراد صريحة هنا، كرة مركونة كان يجب بأن تكون في المرمى. التوتر يلعب دوره بالتأكيد. مخالفة الآن، واللاعب يملك بطاقة صفراء سابقة. وصلت لحكيمي، والآن عند زياش. فرصة خطيرة هنا، كرة مقطوعة، محاولة بتتخلص بشكل ممتاز. برافو في اللقطة. خطأ في التدخل يستحق عليه البطاقة. الحكم يخرج البطاقة الصفراء بعد هذا الخطأ الواضح. يتعرض لضغط كبير الآن. ضاعت السيطرة من الفريق. مساندة تصل الآن. يوسف النصيري بيلعب كرة باتجاه المرمى. أوهو، سجل الهاتريك، أكمل الثلاثية. المباراة الخيالية المثالية الاستثنائية، مباراة غير عادية، يخطف الأضواء، كل الأضواء والأنظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. النتيجة الآن 6-1، 5 أهداف تفصل بين الفريقين. عثمان ديمبلي، يتحرك بالكرة للأمام، مطالبة بالتسديد. أي شجاعة هنا في الاعتراض. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة. كرة بشكل جميل. أوهو، كرة جديدة تحرك الشباك. نتيجة عريضة وأهداف كثيرة تعبر عن القوة الهجومية الجبارة. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع وحالة انفراد تجعل من السهل جدا التعامل مع هذا الموقف ووضع الكرة داخل المرمى.
الحارس يخرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. نصيري، فرصة الآن لكرة مرتدة، الآن فرصة للتسجيل، تدخل بيريح الفريق. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. استغلال جيد للطرف من الفريق الباريسي. حكيم زياش، تدخل ناجح لاستعادة الكرة. الله على كرة بينية، نجم اليوم بلا منازع، هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. المباراة في اتجاه واحد من جانب واحد، النتيجة عريضة حتى لو من الصعب تعويضها. يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز، أي ردة فعل، أي براعة، الله على التصدي، يدافع عن المرمى، يتصدى ويتحدى. أسينسيو، تصدي جيد للكرة، ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء ببسالة كبيرة، تصدي في الموعد وإيقاف للركنية. تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة، كرت أصفر يكتفي من خلاله حكم المباراة في هذه الكرة. عدت لكن المدرب ما راح يعديها، لازم يتحدث مع اللاعبين، لازم يحذرهم من مسألة الاندفاع لأن الفريق سيعاني من النقص العددي. ماركو أسينسيو، عرضية في وسط الثمنتاش، تصويب لكن الخطورة تنتهي عند الحارس، بيرفعها في وسط الثمنتاش، رأسية لم تشكل خطورة أبدا، الحارس تصل إليه بكل سهولة. حكيم زياش، 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. عرضية طويلة، استخلاص للكرة وإبعاد للخطورة. زياش وفرصة هدف الآن، مستحيل، مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد، متى سيتوقفون؟ فابيان، وصلت الكرة لفابيان رويز، تدخل واستخلاص لكرة خطيرة، فرصة لكرة مرتدة سريعة، لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. مساندة تصل الآن، أي رؤية، أي دقة، لعب مستمر هنا بعد التصدي، خلصت الأمور هنا وانتهت الخطورة. ضغط ممتاز من المدافع يجبر اللاعب على الخروج بالكرة. حكيمي، يوسف النصيري، وهذه هي صافرة نهاية المباراة. ينجح الزوار في تحقيق الانتصار، مباراة كبيرة من اللاعبين تفوقوا في الملعب، صافرة النهاية كانت الحد، والنتيجة تعبر عما قدموه. لعب مباراة تاريخية، أداء كبير، استطاع أن يساعد من خلال الفريق على الفوز. اليوم أظهر مهارات استثنائية وقدرات كبيرة في أرضية الملعب.